وهنحل اخبار نادي الزمالك اللي بيستعد لمباراه قويه جدا قدام نادي فيوتشر في مسابقه الدوري اللي هتكون بكره الساعه 7 على استاد القاهره الدولي. اسامه نبيه المدير الفني لنادي الزمالك اعلن قائمه الفريق واللي شهدت عوده الثلاثي ابراهيم النداي واحمد فتوح وعبد الله جمعه، بالاضافه لغياب القائد محمود عبد الرازق شيكابالا بسبب وعكه صحيه تعرض ليها قبل ساعات. أسامة نبيه بيتمنى أن يفوز في المباراة الأولى لي بعد تولي المسؤولية بشكل رسمي بعد رحيل البرتغالي جزوالدو فيريرا عن قيادة الفريق. تعالوا نشوف توقعات الجماهير لمباراة الزمالك وفيوتشر. أتوقع يعني المباراة هتكون يعني هي صعبة جدا. طبعا مباراة صعبة، خسارة كأس مصر طبعا أكيد مؤثرة على الفريق، وبعدها طبعا الأهلي، وبكرة فيوتشر منافس مش سهل طبعا. أنا شايف الزمالك ممكن يكسب 2-1 إن شاء الله، زيزو يجيب جون ويعمل أسيست. توقعاتي يعني مرتبكة شوية بس بإذن الله خير. أتوقع الماتش يخلص هيخلص تعادل، يا إما فيوتشر بالحالة اللي هو فيها يا ده يحسم الماتش. توقعاتي إن شاء الله ممكن الزمالك يعني يكسب 1-0. الجهاز الفني لمنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي أعلن قائمة المنتخب اللي بتستعد للدخول في معسكر مغلق يوم 30 من شهر يناير واللي هيستمر لحد 3 فبراير. المنتخب الأولمبي هيلعب ماتش ودي قدام منتخب اليابان يوم الجمعة الجاية، وده في إطار الاستعدادات لمباراة زامبيا اللي هتكون في شهر مارس ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد 2024. وفي الدوري المصري النهارده طارق العشري نجح انه يحقق الفوز الاول ليه مع فاركو بعد ما تولى المهمه من ساعات. فاركو فاز على المصري البورسعيدي ب 2-1 في المباراه اللي جمعتهم على استاد السويس الجديد. تقدم الجزائري رزقي حمرون لفاركو في الثانيه 26 عشان يكون اسرع هدف في الدوري حتى الان، واضاف نفس اللاعب الهدف الثنائي لفريقه في الدقيقه 49 من عمر الشوط الاول، واحرز اسلام عطيه الهدف الوحيد للمصري في الدقيقه 80، وارتفع رصيد فاركو للنقطه 16 وما زال في المركز 13، وتجمد رصيد المصري عند النقطة 20 ولسه في المركز الثامن.